فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز الحلف بأسماء الله كقول القائل ورحمة الله وعظمة الله؟ أي نعم، يجوز الحلف بالله أو بأسمائه وصفاته. نعم. وهل يجوز كذلك بالصفات كان يقول وسمع الله وبصر الله؟ أي نعم، كل أسماء الله وصفاته يجوز الحلف بها، وهذا دليل على أن الاسم هو المسمى ليس غير المسمى. نعم.